السلام عليكم إخواني أخواتي، مرحبا بكم في قناة البورصة المغربية، قناة البورصة للجميع. إن شاء الله نكملوا واحد هاد لا سيري اللي بدينا هاد الأيام هذه الأخيرة ديال التحاليل التقنية. اليوم غادي نعملوا ثلاثة ديال الأسهم، نديروا العملة الضحى، سوناسيد، اتصالات المغرب. وفي نفس الوقت غادي نعاودو نشوفو التحليل اللي كنا عملناه ديال الماضي، اللي هو تيكمل على الاتجاه اللي فيه اليوم. تقريبا وصلنا 10980 10980 نقطة، وكنكملو في الاتجاه الهابط يعني النازل ديالنا. كيف كتشوفو هاد الجرافيك، يعني on confirme toujours qu'on est en tendance baissière à moyen terme. وكيف الفيديو اللي شفتو الاخيره اللي كنت عملت ديال اليونس ديستي مارسا ماروك، كنت قلت بانه يعني من ممكن جدا اننا نوصلوا ل 10900 حتى ل 10600، والمارشي يدير واحد ان روبون، يرجع يدير واحد لو روتراسمون ويرجع شي شويه من اللي يعني من لي بيرت ديالو، يدير شي حاجه بحال هادشي اللي عندنا هنايا. هنا كنا شفنا عملنا اوكي دي شوز كوم سا، فمن الممكن ان المارشي يعود هنا ويعاود يطلع شي مستوى بحال هنايا، هاد المستويات هادو يعاود عاوتاني. دونك لانسيرتيتود سويت هاد لا ديسيزيون ديال البنك المغرب انه يزيد لي طو دانتيري، وزيد عليها شنو وقع البارح اول البارح ان الحكومه المغربيه في البلان دو فينانسمون الفينانس ديالها ديال 2023، ومن الامور اللي خرجت انه غادي تزيد شويه ديال لو طو دامبوزيسيون ديال الشركات، يعني الشركات غيخلصوا اكثر ضرائب، يعني الشركات من غير لي طو دانتيري اللي غيزيروهم شويه في الفينانسمون، فحتى في الارباح ديالهم غادي ينقصوا لانهم خصهم يخلصوا ضرائب اكثر. دونك الوضعيه الاقتصاديه ولا العالميه ولا حتى المغربيه في الداخل فهي ماشي وضعيه يعني جيده جدا. الحكومه المغربيه ولا البنك المغرب ولا الخزينه العامه المغربيه ما قداش تمشي يعني تقترض من الخارج، فهي كتقترض بزاف من الداخل، وهذا تيعمل واحد يعني البريسيون على لي طو دانتيري وداكشي في سندات الخزينه. سندات الخزينه ديال 10 سنين واصله دابا 3%، يعني الانسان يمكن ليه يشري سندات الخزينه ويربح 3% ناعس وضروري، يعني يفوت غيا، يعني ما عنده اوكان ريسك ان الحكومه المغربيه ماشي حكومه اللي غادي دير افلاس، ولكن غير الانسان يقدر يستثمر فيهم بلا ما يستثمر في الاسهم، ويستثمر ديريكتومون في الخزانه، يعني في يعني السندات ديال الخزينه، ويجيب 3%. دونك الاسهم المغربيه بزاف منها اللي تعطي ديفيدون ديال 3% 4% 5%، والكرواسونس ديال الكابيتال ما كايناش. دونك هذيك الاسهم هي اللي بيناليزيه الان، وهذيك الاسهم عاوتاني اللي كتعتمد بزاف على الفينانسمون باش يفينانسيو لي زوبيراسيون ديالهم ولا لا كرواسونس ديالهم، فهما بيناليزين بزاف. دونك سا فو دي كانه الماضي ما اي با سورتي كوم ديز ايسي لي كانديان، اي با سورتي دو بوا، اون اي انكور مازال غادي يكون عندنا دو لا توربولونس. وصلنا بوتيت غادي نوصلوا لهاد لا زون هادي، كيف شفنا هاد لا زون هادي هنايا غادي نشوفوا هنا كانت عندنا واحد لا زون كان فيها كوميم با مال دو رياكسيون ديال البري بقى يطلع يعود، فممكن اننا هنايا نديرو واحد لا باز بحال هكا. اوكي تمبورارمون حتى يعني تفصح يعني الوضعيه تكون احسن والرؤيه تكون اوضح كما تيقولوا بالعربيه، وعاد الساعة المارشي بابتتر سواء انه يعود يطلع كوم سا او يعود يكمل الهبوط ديالو ويمشي لهاد النواحي ديال 8000 و9000 نقطة وهذا الشيء اللي كاينين لتحت هنا. اوكي مي ما نظنش انه غيكمل الهبوط قبل ما يدير واحد ان بوز، واحد نقطة ديال
استراحة في هذا في هذا لا ريجيون هذه، حتى كما تيقولوا لي زانفيستيسور يهضموا شويه هذا الهبوط هذا، واللي غي ياخذ يعني لا ديسيزيون باش المارشي يكمل يهبط ولا لا، هما لي زانستيتيسيونيل يعني لي زانفيستيسور الكبار لي المحافظ الكبيره والابناك والشركات ديال الاستثمار اللي كاينه في البورصه. اوكي دونك نوقفوا دابا على حد ديال المازي وغادي نمشيو نشوفوا ان تي بو قبل ما نديروا التحاليل ديالنا ديال ثلاثه ديال الاسهم نديروا هذا لافيرتيسمون من جديد باش نحيدوا كل اللبس، لان شي وحدين من الاخوان والاخوات كيظنوا بانهم اللي تنديروا التحليل التقني فاحنا عندنا بوصله ديال المستقبل وتنعرفوا بانه واش سام غيطلع وغيعود، والحقيقه ليس هي هذه. يعني التحليل التقني هو ولا الفني هو دراسه احتمالات اللي وقعت في الماضي ومحاوله يعني استكشاف المستقبل، يعني اعتمادا على الماضي دائما. يعني كاين نسبه كبيره في الوقت بيننا هذوك التوقعات كتوقع، وبعض الاحيان هذيك التوقعات ما تتوقعش لان تيوقع شي تغيير في المارشي، تيوقع شي تغيير في ليكونومي ولا تيوقع تغيير في ديك الشركه هذوك الاحتمالات ما تتوقعش. دونك اذا التحليل الفني فهو يحتمل الخطا والصواب، وهو موجه للتعلم والمعرفه العامه. سيل فوبلي عدم اعتبار هاد التوصيات باي حال من الاحوال بانها توصيات للبيع او الشراء. اي قرار فهو تبقى مسؤوليه خاصه اي شخص فينا انه يبيع او يشري، بازي يدير لي زيتود ديالو ويدير ديو ديليجنس ديالو ويدير الابحاث ديالو قبل ما ياخذ اي ديسيزيون، ولا يكونسلتي لي بروفيسيونيل ديال الانفستيسمون ديال هما كاينين في الابناك وكاينين في الشركات الاستثماريه. اوكي دونك ندوزو اولا نمشيو نشوفو، غادي نبداو بالسوناسيد. اوكي سوناسيد غادي نديرو تحاليل رابيد فيت، ما غاديروش تحاليل كورت تيرميست، نشوفو بلوس لون تيرميست. اوكي اول حاجه وقل كل شيء هنايا هاد غادي نكبرو شويه هاد هوك، وغادي نديرو شيء مهم. اوكي حنا فين كاين الان؟ الى لاحظنا بانه في هاد من شهر 10 2020 وحنا في واحد لا طوندونس سوسيال اللي هي خداتنا من تقريبا من القاع ديال البرميل كما تيقولوا 187 اللي وصلتنا حتى ل 870، واللي عملنا فيها تقريبا واحد شوفوا شحال ان شونجمون ديال 400%، يعني الثمن تضاعف اربع مرات وربع. اوكي 423% اللي هي كان يعني في عامين تقريبا عامين، من شهر 10 2020 شهر 10 2000 قل من عامين، يعني شهر 5 2022، يعني عام ونص درنا 425%. ومن وصلنا لهاد القمة هادي اللي هي أيضا هاد القمة اللي كانت عندنا ديال هنا ديال 2017 2018، ومنذ ذلك الحين يعني قبل ما تكون يعني ميم هاد لا كريز اللي بدات الحرب وداكشي، فحنا سوناسيد كنا درنا واحد ان غوبون كبير. انا نشوف واخا كانت بدات الحرب ديال اوكرانيا، فماشي الحرب ديال اوكرانيا هي اللي دارت هاد لا شوت اللي عندنا كاين هنا. اي وصلنا درنا بحال واحد القمه، وهنا عندنا هذا في الويكلي. اوكي تنلاحظوا بانه عندنا واحد الباترن اللي هو مهم بزاف تيوقع في القمم ديال لي طوندونس اوزيير، مثلا هو الهيد ان شولدرز، يعني ايبول تيت كتف. اوكي اور ايبول يعني راس وكتفين. اوكي هذا الباترن اللي تيوقع فهو تيسينيالي يعني تبديل ديال لا طوندونس. مثلا نكونوا في طوندونس اوزيير بحال هذا لوكا هذا، فاحنا غاديين الى وقع ويعني تحقق الهدف يعني ديالو لا كاسور ديالو، فهو كيعطينا ان شونجمون دراماتيك دو طوندونس. اوكي
حنا غادي نشوفوا هنايا دوبوي ملي كاسينا هذاك فين وصلنا. هاد الباترن هذا الهيدين شولدرز تقدر يكون انفيرسي، يعني يكون في طوندونس اوسيير بيسيير وكيجي في لافان ديال طوندونس بيسيير. ايماجينو بان كاين هنايا ومن بعد ملي تيكون ان كاسور تطلع هنايا تقريبا كان انسومبلون ديال ماشي اكزاكت، لان الكتف الثاني ما كانش هو هذاك. عندنا الكتف الاول هو هذا، الراس هو هذا، والكتف الثاني ما كانش تقريبا هو هذاك، مي سي كيك شوز كي غوسومبل اس نقدروا نسمو. دونك هاد باترن هذا ملي تيوقع فهو تيعطينا ان شونجمون طوندونس، تيجي في تان باترن ترانزيتوار ما بين طوندونس اوسيار اي طوندونس بيسيار، اوكي، والانفيرس ما بين اوسيار بيسيار كي كاين عندنا الان. دونك الان حنايا في سون اسيد، الناس اللي كانوا داخلين في هاد البيريود هادي هنا فهما عندنا وصلوا لواحد المرحله اللي خصهم ياخذوا ديسيزيون. يعني الناس اللي دخلوا في هاد كومبليتمون هنايا في هاد المرحله هادي فهما خصهم ياخذوا اون ديسيزيون واش يكملوا او اللي يخرجوا من المارشي. هاد الباترن هذا اون لا كاسي ديجا لو peux vous dire le 26 septembre. Donc ملي كاسينا عاودنا رجعنا لهاد سكيب هاد لا لين بوينتي اللي درت هنا، هادي هي كنسميوها خط العنق، يعني النيك لاين بالانجلي النيك لاين، اوكي، هو خط العنق ديال الكتفين والراس. دونك ملي كاسينا كي دي فوا كيقدر البري يرجع يتيستي هاد لا لين، دي فوا تيهود ديريكتوم. حنا تنشوفو هنايا في الويكلي هذا بانه كوميم رجع تيستا. نحيدو هاد لالين هادي لانها تدير لينا شويه ديال تخلينا نشوفو انه اوكي كاسينا لالين ديال العنق ورجعنا تيستيناها عاوتاني مره اخرى ايسي وعاود هودنا وتنشوفو بان هي ناكسيليراسيون ديال الهبوط حتى وصلنا فين كاينين الان. ودابا البري فهو واصل عند لا موين موبيل ديالنا اكسبونونسيال ديال 200 يعني اسبوع، هذه 200 يعني ماشي الديلي سي الويكلي، اوكي. دونك حنا وصلنا على ديك لالين ووقفنا اليوم. دونك حنا وصلنا لواحد المرحله الناس كيف قلت الناس اللي هما شارين الموين تير من لو با ديال هاد لا طوندونس هادي، فإلا كاسينا هاد 200 سيت ان سينيال تري 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 نيجاتيف ديجا. لي موين موبيل صغار يعني 20 و 30، فديجا اون فيان فير واحد كروازمون على بيس، اوكي، يعني 20 جات تحت 30، باقي عندنا 88 اللي هي كاسيناها دابا، كنا دارت لينا سيبور بليزيور فوا، حنا كاسيناها دابا. دونك حنا دابا تنبوتيو على 200، اوكي، 200 كنلاحظوا بانها كتعمل ا لون تيرم، لي زانفيستيسور ولا المستثمرين ولا المضاربين تياخذوها بحال ان باروميتر، بحال واحد لا لين ديال ديماركاسيون ما بين طوندونس اوسيير ولا البول ماركت وما بين البير ماركت، اوكي. دونك لو الى كاسيناها ودنا لتحت فاحنا غادي نجيو لهاد 516 غتحت تكون عندنا هي اخر سيبور اللي غادي نشوفوا فيه قبل ما نهودو الاوبجيكتيف ديالنا حنا ديال هاد الباترن هذا اللي جايبنا كيفاش عبرنا. ناخذو لا بروفوندور ديال الراس مع لين ديال العنق و بروجيتيو في المستقبل كوم سا من لو بوين ديال الكاسور، اوكي، فهو تيجيبنا هنايا هاد المستوى ديال 425، اوكي، يعني ديسونت ديال تقريبا 250 درهم بارابور البري اللي كنا فيه. دونك غيجيبنا لهاد لا زون هادي اللي هي درتها بالخضر انا اكسكيوزي موا مازال هاد الكحبه هادي و ميم طون تراسيت ليكم سكون ابل ايسي لو فير فاليو ديال 457 درهم. دونك غيجيبنا تحت الفير فاليو وغيجيبنا تقريبا واحد 8% تحت الفير فالي، اوكي، الى هودنا بلوس تحت وحنا غنهودو بلوس واحد 15% الاول ديالنا. دونك ديجا
لوبجيكتيف ديال هذا الباترن هو اننا نهودوا لهاد لا زون هادي ديال 425 من 400 حتى 425. كنلاحظوا ان 400 تيجينا مع هذا النيفو هذا اللي هنايا كان عنده سينيفيكاسيون في الماضي. او ميم طون الى درنا واحد فتراسمون فيبوناشي غنديرو كوم سا ونشوفوا هاد لاك لا زون هذيك واش فيها شي حاجه ولا لا. غنديروها من هنا ميكسكيوز. اوكي كنلاحظوا بان 61% هي 445. اوكي نديرو هادو من الجهه الاخرى لوت كوتي رايت. اوكي اي نحيدو هادوك لي كولور باك جراوند. اوكي ما عندناش ما نديرو. دونك لاحظوا بان 61% وهاد لا زون ديالنا اللي جات ما بين 61% و 78%. اوكي دونك حنا هي اقرب لينا هي 445 هي هادي اللي هنا. دونك سي كوميم ان زون دو سينيفيكاسيون انه تكون قريبه ان البري اي رياجي في هاد المنطقه هادي. او ميم طون الى لاحظنا بان ا لون تيرم عندنا هاد الكانال اللي مهود اللي بدا غادي نشوفوه من البوان الاول ديالو من شهر 2013 بوان تاني ديالو 2014 وبوان تالت ديالو حسبناه هنايا 2020. وغاردي بانه ملي وصلنا له هنايا سيتي له ديال الكانال. او ميم طون ان دي زوبجيكتيف ديالنا هو هاد لا لين ميديان ديالو اللي غاديه اللي تتكون سيدي في هاد المنطقه هادي مع يعني ال سكون ابل لا لين ميديان مع الفير فاليو اي هاد لا زون ديالنا اللي قلنا ديال التارجت ديالنا. اوكي دونك هاد المنطقه هادي كلها غادي نكبرها ميم ام تي بو هادي كلها ان زون بروبابل ان البري لها ود ليها ان تكون ان بون بوان داشا. دونك طبيعة الحال لو بوان داشا ما نمشيوش نشريو فيه خصنا نتسناو بان المارشي يعطينا ان انديكاسيون بانه يبا شونجي التوندونس. اوكي دونك حنا تنشوفو في الويكلي. دونك بالنسبه لسون اسيد تري تري نيجاتيف ريان انديك بان لا توندونس نيجاتيف غادي توقف. اللهم اذا هاد 200 هادي عالي مي سي با سوفيزون. اوكي اون فوا فوار لو ماك دي تري نيجاتيف الار اس اي وفي الاوفر سولد مي انكور نيجاتيف سا فو با دير بانه اوفر سولد بان البري غيطلع مي يقدر يكون اوفر سولد بو بليزيور سومان. اوكي تبدو اننا نكملو نهودو وكنلاحظوها سوفون ماشي انه تيدخل اوفر سولد فانا تنعودو ديريكت كنطلعو يعني بليزيور فوا ملي تيوقع اوفر سولد كيما هنايا كنا الاوفر سولد درنا واحد البتيت كونسوليداسيون رجعنا واحد شويه ومن بعد عاود كملنا الهبات ديالنا لتحت. فهنا تهنا يقدر يوقع كيف قلت قبيله انه هنايا يقدر يوقع واحد ان البري يعاود يبقى يلعب في ديك لا زون اللي قلت هنايا ما يمشيش ديريكتومون يهود ديريكتومون لا زون ديالنا اللي قلنا يعني في هذه المنطقه هذه يبقى يدير واحد شويه ديال يعني يتبع المازي قلنا انه غيوصل ديك المنطقه ويبقى يلعب شي شويه يتمشى فيها شي شويه يطلع ينزل. فهذا حتى هو ضروري بيتيت يبقى فير لا ميم شوز. دونك الناس سون اسيد اللي بيدخلوا سون اسيد ما يشروش دابا اوكان بوان دونتري ني ا كور تيرم ني ا لون تيرم. ما سون اسيد بحال هذه في هذه الوضعيه الان ديال الماشين ما كيتسمحش باننا نديرو المضاربه ولا داكشي ما كاينش شي حاجه اللي تعطينا هاد الانديكاسيون هادي. والناس اللي هما داخلين قبل عندهم واحد ديجا واحد البوتونسيال كانوا ربحوا فيه مزيان فما عليهم الا انهم يديسيديو واش يبقاو ولا يهودوا ولا يبيعوا لانه ما يمكنش ليهم يتسناو انهم يضيعوا الارباح كلها اللي كانوا خداونا. اوكي دونك سا سي سون اسيد ما فيها سيد باش ما نضيعوش. غادي نمشيو نشوفوا دابا اتصالات المغرب. يا اتصالات المغرب هي من الشركات اللي هي تري فينيرابل غادي نشوفو في علاش لان الشركه كوميم تري زونديتي تعتمد في الديفيدون ديالها لاتراكتيفيتي ديال السهم هو انه سهم كيخلص لي ديفيدون. الا لاحظنا نديرو واحد
زوم واحد شويه على الاكسيون غنشوفوا ما انه من بدايه ديال 2004 الان فاحنا الناس اللي شراو في هذاك بحال ما داروا والو يعني با ان كرواسونس ديال الكابيتال من هذاك الوقت الان ما كاينش بزاف ديال لا كرواسونس ديال الكابيتال كاين بوكو ديفيدون باغ اكزومبل مي ما كاينش كرواسونس دو كابيتال دونك وحنا تنشوفوا بان غاديين وتن واحد تريونغل غادي نرسموه ميم بعدا باش يبان لينا مزيان ا لون تيرم اوكي كتلاحظوا بانه عندنا هاد لا لين طوندونس هادي اللي طالعه من الفوق وهاد لا لين اللي عندنا لتحت فهما بجوج كيعطونا بان البري غادي في واحد واحد تريونغل ا لون تيرم ا تري لون تيرم دونك من الامور اللي قدر توقع ان البري دابا يعاود يهود يهود لهنا هاد النيفو ديال 98 100 اوكي اللي هو كي كوريسبون واحد البوان في بوناشي ديال اكستنسيون 2.618 هنا في هذا المستوى هذا يعني نحيدوا هذا التريونغل باش يبان لينا داكشي ساهل حنا شفنا بانه حنا كاينين هذاك التريونغل اي هدف المونتلي مي سي لا ميم شوز في الويكلي دونك غادي نديروا هذاك السهم يعني من الامور اللي توقع عندنا اننا نقدروا نمشيو لهاد هاد لا زون هادي اوكي ما غنهودوش بلو با كو سا لان هاد لا لين ديال التوندونس هادي ا لون تيرم ستين زون دو سوبور ماجور دونك ما غاديش يجي بلو كاسيها فاسيلمون اوكي اللهم اذا كانت شي كاتاستروف ناتوريل ولا كانت كاتاستروف ايكونوميك دونك ان دي زوبجيكتيف ان البري يعاود يوصل لهنا ل 100 دونك حنا اوني با تري لوان اوني غوندوي ا اتصالات المغرب وصلنا تقريبا اليوم 104 جو بونس 109.84 اون فافوار جوست واحد الزوم باش نشوفوها مزيان اوكي حنا في الهاي ديالنا في الكلوز ديالنا هو يعني 109.55 اوكي تحت 110 يعني واحد 10% دو بلوس ديال ديسونت غنهودو لهاد النيفو ديال 96 ما بين 97 ولا 98 هاد النيفو ديال لين هادي اللي عملنا قبل هادي اللي هي كي كوريسبون بواحد المستويات ديال فيبوناشي اللي كاين عندنا دونك سي اون نو بران غادي نحيدو هاد لي نيفو اللي كاينين ديجا غادي نشوفو علاش درنا هاد اوكي الا خدينا ديجا هاد في المانت اللي غنديرو في الويكلي باش جينا ساهله باش يبانو لينا لي فاش في الديلي دونك في الديلي يا كيلكو سومين كنت درت في لي كومونتير في لاشين كنت درت بان كان عندنا واحد لو تريانغل سيميتريك وان لوبجيكتيف ديالو بي سي انه يوصل ا سورفي دونك ان دو زوبجيكتيف ديالو هو هاد 108 اكزاكتومون قربنا ليها حنا 109 اي او ميم طون كان عندنا هاد الفيبوناشي اللي كنا عملنا هنا ليكستونسيون فيبوناشي غادي نعاودو نرسموها تبان لينا سهلة هي هاد درنا كوم سا و رسمناها كوم سا بحال هاكا سانو زامان هيسي كنا ديال هاد 107 اي اوسي كاين عندنا هنايا هاد 95 اللي قلنا قبيلة لأنه ان اوبجيكتيف انه يجي مع لو با ديال يعني هذاك التريانغل لون تيرم اوكي دونك يجي نهودو لهاد النيفو هذا من بعد اننا نوصلو لهاد 107 اننا نمشيو نهودو بلوس لهنا اوكي دونك
بالنسبه لاتصالات المغرب هذا هو ان بتي بو لو سيناريو سي تري تري نيجاتيف لو سيناريو ديالها، يعني ما كاينش شي حاجه اللي تقول لنا بانه يعني بغيت ندير الويكلي مي ان بروبليم افيك هاد اللوجيسيال دي فوا سا بلوك. حنا رجعنا ل المانتلي. دونك التحليل اللي كنديرو التحليل ديال لون تيرم مي مويان تيرم، دونك حتى نشوفو في المانتلي باننا حنا باغيين نجيو لهاد لا زون هادي. الا وصلنا لهاد لا زون هادي فحنا غادي نكونو وصلنا اكسكيوزي موا غادي نشوف واحد الشوز هي امبورطونت هنايا، لا فير فاليو ديال ديال اتصالات المغرب بازي سوغ لي ريزولتا فينونسي ديالها وداكشي هي 130 درهم، وحنا باغينا نوصلو يعني دابا اي 110 اون 16% اندر فاليو، يعني قل من لا فير فاليو سكي تري بوزيتيف. الا هو واحد شي شويه بزاف نوصل ديك 30% فغتولي لا فالور تري اتراكتيف، يعني نتسناو الا هودنا بلوس بانه سي سور غادي من 130 وهودنا 95 فالفرق بيناتهم هو 35 درهم ونقسموها على داك 130 شوف شحال 130 سيسو نديرو ان كالكول هو 135 ديفيزي بار 130 سانو دون واحد و الانفيرس تقريبا واحد 30% داك اللي كنا باغين ديال كي اللي تنقول انا فير فاليو قل منها ب 30% سوسيتي اللي كوميم اتصالات المغرب زعما واخا كاينه اون ديفيكولتي حتى نشوفوا هنا لي ريزولتا ديالها سور اون اني الى في موان 23% حنا تنشوفوا هنايا وان يير موان 23 سور اون سيمين موان 3.7 مي سا ريست كوميم اون فالور كبيره في لي بورتفوي في المغرب واللي هي ستين فاش ا ديفيدون. اوكي العام كله تتخلص لي ديفيدون مالغي المشاكل اللي عندها مالغي انه لا كرواسونس ماشي او رونديفو مالغري تو سا سا ريست كوميم اون كومباني اون انتربريز تري سوليد. اوكي دونك الى هودنا لو زالونتور ديال 100 درهم فهذا كيعني كيعطينا واحد لو بوان دونتري تري تري بون بور لون تيرم، لان جون دون بانه المارشي الى هود هنايا بروبابلمون غادي نطلعو شي حاجه بحال هكا 127 بحال هاد المناطق هادو اي ابري سا اون فا ديسيدي لا. دونك الى طلعنا لهاد المناطق هادو وكانوا دي شوز بوزيتيف في المستقبل فضروري اون دو بروندر اون ديسيزيون واننا نخرجوا من هذا فوق اولا نهودوا لتحت، يعني ان المارشي يهود لتحت مي موا جو بونس سي امبروبابل ماشي تكنيكمون مي ايكونوميكمون جو بونس امبروبابل مي سا سبو لان هاد المناطق هادي كنا فيها دي جوف هاد المناطق ديال 75 76 مناطق ديال 80 ديال 100 ديال 90 احنا كنا فيها في الماضي هنايا. اوكي باغ كونط عندنا هاد لي زون هادو باش نهودو هنايا يعني خصها تكون شي حاجه تري تري ايكونوميكمون تري تري نيجاتيف بوغ اتصالات المغرب والمغرب اوسي. اوكي اللي ما نظنش انه غادي تكمل بحال هكا مارشي خصو واحد شويه الوقت بوغ ديجيري هادشي ديال لي طو دانتيري وهادشي ديال لوغمونطاسيون لو طو دامبوزيسيون ديال الشركات وهادو وداكشي ديجا اون كروند بارتي ديجا كاينه في البري ديجا. اوكي دونك اتصالات المغرب تري تري نيجاتيف اون اتون يا ان بوان دونتري في هاد المناطق ديال 100 درهم. اوكي ما بين 90 حتى 100 درهم هذا هو المناطق الدخول الامن في السوق بالنسبه لاتصالات المغرب. دونك ما غاديش نكملوا على بزاف اكثر من هادشي باش ما نطولوا شي. دونك غادي تبقى لنا شركه الضحى سو الضحى ضحى 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 فين كالضحى يا هنا هي هنا الضحى سا غوسومبل بوكو 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 سوناسيد مي مختلفة كومين بوكو بوكو بوكو. دونك حنا غادي نشوفو اون شوز هي سي امبورطونت وغادي الضحى حتى هي
mais il y a سبقات سوناسيد. سوناسيد اتي تري تري بوزيتيف. دوحك كنا غاديين من شهر 3 2021 من داكشي ديال الكوفيد ورجعنا كان بوكو دو سبيكيلاسيون في هذا السهم هذا وهضرنا عليه وقلنا السهم الى فات هذا النيفو هذا اللي قلنا ديال 14 شي حاجه فهو غادي يمشي الفوق ما وصلناش ليه او لما فتناش فاحنا غادي نبقاو لتحت اون فا ريستي سهم ديال ديال المضاربه وديال السبيكيلاسيون وداكشي ا ايفيتي الناس اللي باغي يستثمروا ماشي سهم ديال استثمار الشركه في از ان ريلي 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 فيري باد شيب اوكي ماشي شركه للاستثمار دونك قلنا هذا شحال من مره وصلنا درنا هذه القمه هذه لان هذه القمه هذه وصلت هي هذا المستوى اللي كان عندنا هنايا هذه المناطق هذو ورجعنا ما كملناش ما وصلناش لل 1468 ودرنا هذا الباترن هذا ولا في فيو جو بونس في لي ميساج اللي كنت درت في لاشين هي كيلكو سيمين ولا كيلكو موا بانه يعني الدحار دارت هيد اند شولدرز كيف بحال اللي شفنا قبيله انا ميم شوز شفناها ف يعني ف سوناسيد سوناسيد يلاه دارت لا كاسور ما وصلناش مازال ما درناش هاد لا بيريود هادي اللي قلت لكم في سوناسيد نقدروا نديروا شي بيريود بحال هادي نبقاو نطلعوا نزرعوا نديروا واحد رينج اوكي قبل ما نكملوا لو سود لو با اوكي لوبجيكتيف ديال هاد الباترن هذا اللي كاسينا قبل ديال الضحى هو اننا نهودوا شي حاجه هنايا ديال 5.50 5.60 هاد لا زون تري با اون با ايسي نديروها واحد هاد لا زون هادي اوكي غادي نديروها بالاخضر دونك هاد لا زون هادي هي لوبجيكتيف ديالنا ديال هاد باترن هذا و ملي هودنا هنايا ودرنا هاد لو غوتراسمون عاود دابا كملنا حنا دابا اون كونفيرم انكور بانه عندنا اوني توجور في اون توندونس بيسيغ لا لاحظنا هنايا درنا بلو با من بعد او بلو او ان سومي بلو با ان كو بلو با ان سومي بلو با اون فيان دو كونفيرمي هاد انكور هاد On va le faire. Besh rendiro, besh rendiro, rendiro, le jaune. Le jaune, jaune. Ok. Là, tout le monde, on confirme qu'on a une tendance baissière ou mazal gadin. Donc, ça continue. Besh rendiro, on va se lever l'objectif d'yanna li kenina. Une petite chose, on va rendiro, vérifier où est-ce qu'on est. Comme ça. ايوا فيغ ديالنا لاحظوا ايسي هاد المستوى هذا اللي كاين عندنا هنايا دابا اللي نديرو لي بي غادي نعاودو نديرو في الرايت سايد اون الرايت سايد سي كرا دونك هاد لا زون دوبجيكتيف ديالنا فهي كاينه ما بين هاد 61.8 و 78 يعني توتي بروبابل اننا نعاودو جوست ايسي اي ونعاودو نديرو باتيت شي حاجه بحال هادي اللي كانت عندنا هنا بحال هاد Exactement, ok, on va la mettre un petit peu plus en bleu ou la chasse. Ok, j'ai un peu plus de la zone. La zone. Ok, قبل من المارشي تقاد وهادشي والشركه تعاود شويه دير شويه ديال الامور ديالها وتعاود تطلع عاوتاني كومسا باغ كونت قبل ما تطلع عندنا هاد لا لين اوبليك هادي اكاسي عندنا بليزيور شوز افير دونك كل حاجه بالوقت ديالها ما نهضروش على داكشي دابا بوغ لو مومون اون كونتينيو هاف لا نيجاتيفيتي غادي لو سود غادي لو با يمكن كم الى المارشي كمل بحال هكا ف ميم الضحى حتى هي غادي تكمل تهود داك لوبجيكتيف ديالنا اللي قلنا ديال 5.21 تقريبا 5 شحال قلنا 5.60 حتى 5.20 دونك هاد لا زون هادي لتحت هنايا في هاد الاتجاه هذا اوكي 5.60 دونك اون اوت شوز غادي نشوفوها لا فالور انترانسيك ديال الضحى فير فاليو ديالها هي 3.40 درهم يعني السهم دابا راه مازال دو فوا بلو شير اوكي يعني سي جوست غونفلي بلي سبيكيلاسيون
دونك بالنسبه للارباح ديال الشركه واللي كدير دابا واللي فالور ديال لي فونت ديالها، فهذا هو الثمن ديالها المناسب. حنا قلنا نشريو خصنا نشريو قل من هذا الثمن هذا، ميم اللي غادي نهودو ل 50.5.60 فعلى مازال غادي نكونوا غاليين بزاف. اوكي، واليوم هذا الثمن ب 6.86، يعني لا فيرميتور ديال البارح ماشي فيرميتور ديال اليوم. دونك من الامور القليله من الوحدي القلال اللي كاينين عندنا اللي هما اندر ايفاليود، كاينه دابا هذه ديال اتصالات المغرب. عندي في الواتش ليست ديالي تشوفوا جي بي مورغان تشيز، سي لا بانك امريكان، كي ا موان 38% بارابور ال فالور ديالها. تري تري بون بري دونتري، جاتون في البورتفوي ديالي voir un bon prix d'entrée، يعني un bon pattern d'entrée avant de décider d'acheter ou pas. J'en ai déjà d'autres positions dans le passé, mais c'est le moment pour moi d'ajouter dans mon portefeuille. Mais comme je dis, les Américains qui roulent, don't catch falling knife. يعني ما تشدش موس اللي هو طايح، الا شدي بغيتي تشدو بيدك هذاك الموس غادي يجرحك وغيدبحك. اوكي، خصك تسنى انه يطيح وعاد تهزو. دونك بان المارشي مهود بزاف، ما يمكنش لك تجي وتشد تشري، لان يقدر تشري وتلقى يهود 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 وتقدر تضيع انت فلوسك، وتقدر عمرك ما تريكوبيري على حسب السهم اللي غادي تشري. دونك مالغي هاد الشيء اللي بوزيتيف كنشوفو بحال دابا جي بي مورغان غير اون سيمين الى في 6% سور 3 موا 1.2، دونك سي تري تري بوزيتيف مالغري تو الشيء اللي كاين هذا في المارجي، لانه الي تري بوزيتيف. اوكي، دونك الى سالينا بالنسبه ل الضحى، دونك كنتسناو ان المارشي حتى هو يهود هنايا ويعطينا دي بوان دونتري انتريسون. اوكي، وزالونتور ديال 5.60. دونك كنتمنى التحاليل هادو يكون يعطيكم فكره بانه المارشي مازال غادي تري نيجاتيف، يعني المازي ككل، والمازي ككل فهو مرآة ديال المارشي ديالنا. واش حان الوقت للشراء؟ لا اطلاقا، لا شراء الان. الناس اللي هما عندهم دي شوز في البورتفوي ديالهم، سواء انهم يتسناو يشوفوا واش يخرجوا من دي بوزيسيون ولا يقلوا ليكسبوزيسيون من سيغتان بوزيسيون، ولا يتسناو يشوفوا يقراو يهندسوا كما تيقولوا بالدارجه المغربيه، يهندسوا اشنو غادي نشريو مستقبلا باش نزيدوهم في البورتفوي ديالنا. لان ابري لو كارناج ان شاء الله، يعني ما بعد الكارناج هو غيجي دي زوبورتونيتي داشا تري تري انتريسونت اي اليشونت كما اون دي. اوكي، دونك خصنا نتسناو وغادي يجيب الله الوقت المناسب باش ندخلو في اسهم اللي هي شركات مزيانه مربحه، شركات كتخلص دي بون ديفيدون، شركات اللي عندها مستقبل مزيان. وفي البورصه المغربيه هي لنا كلكوزون كيخصهم جيش يخرجوا من عاد المشكل اللي كاين دابا، اللي هو كيأثر على الاقتصاد ككل وكيأثر على البورصه ككل. اذا اخواني اخواتي، نتمنى هاد الفيديو تكون مفيده لكم. سوي كما تيقولوا بريدون، ريستي سور فو غارد، ما تغامروش بفلوسكم، تسناو وشوفوا حتى يكون ان شاء الله الوقت المناسب. وان شاء الله في قناه البورصه المغربيه ملي يوصل البنك الوقت المناسب للشراء، فحنا غادي ناناليزو دي زاكسيون وغادي نقولوا واش هذا وقت الشراء او لا. اذا اخواني اخواتي، شكرا جزيلا لكم على التتبع، ونتمنى ان شاء الله انكم ديروا لايك لهذا الفيديو هذه وتبارطاجيو ان شاء الله مع الاخوان الاخوات ديالكم اللي هما كيهتموا بالبورصه المغربيه، والاخوان اللي مازال ما عملوش لابونمون ديالهم، فهذا هو الوقت المناسب. يمكن لكم تعملوا لابونمون، يمكن لكم يعني تانسكراو كيما تيقولوا، وديروا لايك وتبارطاجيو هاد الفيديو مع الاخوان اللي كتعرفوا. وميم طون ما تنساوش ديروا الزر ديال نوتيفيكاسيون باش يوصلكم الجديد ان شاء الله، وسيتو كاري ميسور اون لين يوصلكم الجديد بانه وصل. اوكي، دونك اخواني اخواتي، ميرسي بوكو، على بروشين فيديو ان شاء الله، والسلام عليكم.